عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكشف اليوم تفاصيل مخطط تخريبي كان يستهدف المس باستقرار المملكة على خلفية تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية بعدد من المدن المغربية. وزارة الصحة تحصي 2430 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسجل 33 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية توصل إليه الفرقاء الليبيون أمس، يتوج الجهود الدؤوبة للدبلوماسية المغربية. تسريع التنمية الرقمية بالمغرب في ظل جائحة كورونا يفرض نفسه كخيار استراتيجي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي للمملكة. أهلا بكم. ضربة استباقية نوعية، تحييد لخطر وشيك كان يتربص بالمملكة، عناوين بارزة للعملية الأمنية التي باشرها أمس المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة في مدن طنجة، تيفلتس، خيرات وتمارا. تفاصيلها كشف عنها اليوم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال ندوة صحفية. نادية المدن، سعيد جاسي وهند خليفة. حيثيات عملية تفكيك أخطر خلية إرهابية أمس بشكل متزامن بمدن طنجة، تيفلت، تمارا وصخرات أسفرت عن توقيف 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 29 و43 سنة. حيثيات سلط عليها الضوء خلال هذا اللقاء الصحفي، حيث أميط اللثام عن تفاصيل خلية كانت على أتم الاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية خطيرة. تم حجز هذوك المواد كلهم وتعطاو الخبره عند لابوراتوار ديالنا ناسيونال اللي دار عليهم الخبره، وتبين على انهم تيدخلوا في تركيب وتهيئ المتفجرات، جوج النوع ديال المتفجرات، حدا ديك الطنجره اللي كانت غادي تستعمل كعبوه ناسفه، ولكن المواد الاخرى كانت يتم ملؤها في هذوك الانابيب و يعني لي سانتيرون كاميكاز، ويديروا لنا عمليات الحمد لله على ان باليقظه ديال المصالح ديالنا كامله الامنيه، تم تجنيب المغرب من حمام ديال الدم اللي كان غادي يوقع. عناصر ديالنا كيف لاحظتوا كان التدخل ديالهم مهني وفي اطار القانون، بالتالي نظرا لخطوره هاد الافراد ديال هاد الخليه يعني داروا الطلقات الانذاريه كيف ما كنقولوا حنا في قانون لي تير دو سوماسيون، ان كنا عارفين على انهم ما غاديش يكون بسهوله الايقاف ديال هاد العناصر. هاد الخليه الارهابيه راها وصلت للمراحل المتقدمه قبل الانتقال الى التنفيذ المادي. هاد الخليه قامت بعمليات مسح ورصد ميداني لعده اهداف، اذا هاد الناس راه كانوا محددين الاهداف اللي غيستهدفوها بماذا؟ بعمليات انتحاريه كما تفضل السيد المدير. اذا وشيكا راه كنا في واحد المرحله اخيره تقدر تنتقل من ساعات الى بضعه ايام. الخلية الإرهابية تتسم بخاصية تحيل على أحداث 16 ماي بالدار البيضاء على اعتبار أفرادها انتحاريين، فالخبرة التقنية على المحجوزات المضبوطة كشفت أن الأفراد الخمسة كانوا قد دخلوا في مرحلة التركيب والتهيئ للقيام بعمليات تفجيرية. المواد تمكنهم باش يصنعوا أربعة ديال الأشكال ديال المتفجرات، دونك عندهم زعما الناس مخططه ماشي غير هذا، عندهم الا ما صدقاتوش هذه تصدق له اخرى، دونك عنده اربعه ديال الطرق باش يوجد المتفجرات، وعاد زيد اضافه على ذلك عندهم جوج ديال الطرق باش غينفذوا العمليه ديالهم. دونك العمليه اما غتكون كيف ما لاحظتوا سميتو عبوه ناسفه، بعدا عبوه ناسفه ديال طنجره الضغط كيف لاحظتوها، والطريقه الثانيه هي الحزام الناسف.
نيترات الامونيوم وكذلك الكبريز وكذلك الايوري وكذلك مواد سائله بينها ماء الاكسجين والاسيتون والايثانول وهي مواد تدخل في صناعه المتفجرات بالاضافه كذلك الى مجموعه من المسامير التي تضاف للمتفجرات لاحداث اكبر عدد من الضحايا وتخلق اكبر عدد من الخساره في الارواح والممتلكات. وهناك اسلوب ثاني، الاسلوب الثاني هو سترات الناسفه والتي يتم اضافه مجموعه من الانابيب تكون مملوءه بالمتفجرات مع المسامير والتي يمكن ان يقوم بها بشكل انتحاري وخلق اكبر عدد من الضحايا في الارواح وكذلك خساره في الممتلكات. لا مشروع ارهابي عنده مجموعه من الاهداف ومجموعه من الارتباطات والتقاطعات اللي هي صعيبه وصعيبه وبالغه التعقيد بعمل جبار اللي امتد على عده اشهر. الأبحاث مع الموقوفين الخمسة انطلقت بعد استكمال الإجراءات الصحية والوقائية وإخضاعهم لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا لمعرفة ما إن كانت للخلية امتدادات خارج المملكة وارتباطات بتنظيمات إرهابية دولية. خلال 24 ساعة الماضية 2430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في بلادنا، فيما عدد الوفيات بلغ 33. التفاصيل مع حفيد الهواري. أرقام كوفيد 19 في تزايد مستمر ببلادنا. اليوم تم تسجيل 2430 حالة جديدة ليبلغ مجموع الحالات المؤكدة 82197 حالة، كما تم تسجيل 2344 حالة تعافي. بالمقابل تم تسجيل 33 حالة وفاة، ووصل مجموع الوفيات 1524 حالة وفاة. ويلاحظ أن 7 جهات سجلت أكثر من 100 حالة جديدة. ويلاحظ أيضا أن جهة الدار البيضاء سطات سجلت وحدها أكثر من ثلث الحالات الجديدة، وبلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 16479 حالة، منها 252 حالة خطيرة، ومن بين هذه الحالات الخطيرة تخضع 51 حالة للتنفس الاصطناعي الاختراقي. هنا وهناك أخبار مضللة تتواتر، تارة تتحدث عن فيروس كورونا وكأنه مرض عابر، وتارة أخرى كأنه ضرب من الخيال أو حتى مؤامرة تحاك. أقاويل ترددت على مسامعنا غير ما مرة، أما الحقيقة فشيء آخر تماما. مصابون جدد كل يوم، أشخاص فقدوا حياتهم جراء الوباء، مصالح إنعاش لم تعد طاقتها الإيوائية تسمح باستقبال المزيد من المصابين، وضغط تعيشه الطواقم الصحية يوما بعد آخر. حقيقة تفند ما يروج من أخبار مضللة حول كوفيد 19. نوال جرري وعبد الإله الشاب. مجرد إشاعة، فيروس مفتعل، أو مؤامرة تستهدف الشعوب والدول. سرح الخيال بعيدا ليجعل من كورونا فيروس المستجد سلاحا بيولوجيا مصنعا وليس طبيعيا. تنطوي نظرية المؤامرة على أن لا شيء يحدث صدفة ولا شيء يكون كما يبدو عليه. شرسة كوفيد 19 الذي حصد ملايين الأرواح وملايين الإصابات أحدثت صدمة عاطفية واستعصت على فهم الكثيرين، فحولوا الوباء إلى مجرد مؤامرة. لكنه حينما اقترب منا أكثر وعيشناه في محيطنا المهني أو الأسري أصبح حقيقة. كان أعتقد بأن هذا المرض ولو أنه غير مرئي زعما ما كنشوفوش، ولكن في الواقع من خلال الحياة اليومية ومن خلال تجارب ديال الناس اللي قرب لينا رحنا حسينا به بأنه مرض حقيقي، لأن بزاف ديال الأصدقاء وبزاف ديال المونتوراج اللي في القريب ولا البعيد راه تأثروا بهذا المرض. دونك بزاف ديال الناس اللي تصابوا، كاين للأسف الناس اللي توفاو. مالوغوزمون توفاو الناس بهذا الفيروس هذا، الله يرحمهم. دي كوليغ خدامين معنا، وكاين دي كوليغ اللي هما اون كور دو راهم في لي سوان ماتنو في لوبيتال. يعني ما يمكنش لي نقول لك بان هذا الفيروس مؤامره. الفيروس التاجي اضحى حديث المساء والصباح، التقطته كل القنوات الاعلاميه واستحوذ على ابرز العناوين،
غدا لقمة سائغة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث المصداقية عملة نادرة ومصادر المعلومات تقتات مما تتنقله الألسن وتلتقطه الآذان. فللصورة سحر خاص على المتلقين الذين لا يكلف البعض منهم أنفسهم عناء التحقق مما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي. Parce que très peu de gens vont aller lire un document de 40 pages qui parle d'une théorie du complot. قليلون من سيطالعون كتابا من 40 صفحة حول نظرية المؤامرة، لكن فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي من 3 أو 5 دقائق بمؤثرات سمعية وبصرية سيؤثر حتما على عاطفة المتلقي لا على عقله. هناك أيضا الحرية غير المسؤولة وعدم المتابعة حسب قوانين كل دولة، وأيضا يتوقف على الوسيلة الإعلامية نفسها والتي تستهدف العواطف. الإشاعة لم تتوقف عند طبيعة الفيروس، لكنها تجاوزته لتضرب في مصداقية البروتوكول الصحي المعتمد وحتى اللقاح المنتظر. Pour le vaccin, on n'a jamais vu un vaccin fiable. فيما يتعلق باللقاح، لم يحدث أن تم إنتاج لقاح فعال في 6 أشهر. هناك بحث معمق وطويل المدى، مراحل يجب احترامها، آثار جانبية يجب تجنبها، وهي المسألة التي يجب أن يتجند لها الأطباء والباحثون بالحجج والمبررات الدامغة. أما الانخراط في نظرية المؤامرة والقول بأن الأمر يتعلق بزراعة شريحة أو رقاقة في البشر لمراقبة الشعوب، فهذا خطأ فادح. وحده الحس النقدي ومقارعة الرأي بالرأي، متابعة الحقيقة كما هي على الواقع ومن مصادر الخبر، كفيل بتبديد الوهم والانخراط في المجهود الجماعي الذي يهدف توقيف الزحف المتسارع لهذا الوباء المخيف. وللحد من انتشار وباء كورونا، تدابير عديدة اتخذها ميناء الدار البيضاء لاستقبال البواخر والبضائع وضمان استمرارية أنشطته في أحسن الظروف. ليلى عسلي وأحمد حمري. ما بين 7,000 و11,000 شاحنة تلج يوميا الميناء التجاري للعاصمة الاقتصادية، تخضع للتطهير عند البوابة، عملية تعد واحدة من بين رزمة من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19. تدابير في ظل الأزمة الصحية المترتبة عن الوباء تساهم بشكل أساسي في ضمان استمرارية الأنشطة هنا. ميناء يستطيع استقطاب ما بين 36 و40 باخرة في اليوم الواحد، إجراءات شملت كذلك ظروف استقبالها. قامت الوكالة الوطنية بتعقيم جميع الإدارات داخلها، حدت من الولوج إلى الميناء الدار البيضاء لكي لا تتفشى هذا الوباء. اتخذنا تدابير مع الباخرات القادمة من خارج المغرب، جميع التدابير الصحية، عدم نزول طاقم ديال البواخر الأجنبية، عدم اتصال، التجأنا إلى الإلكترونيك، تبادل جميع الأوراق هذاك الشيء عبر الإلكترونيك. الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مصادر التجارة الخارجية تأقلم بدوره مع ما تفرضه الظرفية، مكاتبه فارغة لأن المستخدمين لا زالوا يشتغلون عن بعد. كل الخدمات تقدم عبر المنصة الإلكترونية لبورت نت، ويبلغ عددها 120 خدمة من بينها اعتماد مكتب الضبط لإيراد المراسلات إلكترونيا بشكل آمن بين جميع المصالح، توفير الدعم والإرشادات التقنية لجميع المستخدمين عن بعد، يمكن للمستخدم الاشتراك إلكترونيا في خدمات بورتنت، يمكنه كذلك الدفع الإلكتروني للفواتير. مجموعة من التدابير تروم الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية مجموعة من مستعملي الميناء، إلى جانب تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تتبع عملياتهم والاستمرار في أنشطتهم دون توقف. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم مباحثات هاتفية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، مباحثات نوى خلالها المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة 8 للجنة الحكومية المشتركة المقررة هذه السنة في 2 جانفي بموسكو.
اليوم أيضا أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وخلال المحادثات إشادة بالجهود التي يبذلها المغرب لحل الأزمة الليبية واستعراض للتقدم المحرز في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بعد جمود طويل شاب المسلسل السياسي، الفرقاء الليبيون يضعون خلافاتهم جانبا ويتوصلون إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، اتفاق يتوج جهودا دؤوبة بذلتها الدبلوماسية المغربية لتسوية الأزمة الليبية. رشيد كن. عادت مرة أخرى محادثات بوزنيقة بين الفرقاء الليبيين لتؤكد أمام المنتظم الدولي التزام المغرب الحازم لإيجاد حل للأزمة الليبية. مخرجات بوزنيقة مبادرة كان لها تأثير إيجابي في تسهيل دور الأمم المتحدة في الحوار السياسي وإنهاء حالة الانقسام المؤسسات الذي تتخبط فيه ليبيا. يمكن أن نقول بأن المغرب نجح إلى درجة كبيرة في وضع اللبنات الأساسية لحوار سياسي شامل، على اعتبار أن هناك سيكون هناك استئناف للحوار يعني خلالها يعني نهاية هذا الشهر من طرف السيد عقيلة صالح وخالد المشري، على اعتبار أنه يجب توقيع هذا البيان الختامي، وبالتالي المغرب لعب دورا مهما وحيويا يعني في ترسيخ يعني الحل السياسي، وهذا ما جاءت به كذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما دعمت جهود المملكة المغربية في الوصول إلى الحل السياسي في ليبيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. التفاهمات المهمة التي تحققت في جلسات بوزنيقة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام التسوية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي. مخرجات هذا الحوار تثبت بأن الدور المغربي كان دورا بناء، كان دورا يسعى إلى حل الأزمة الليبية، وكان هذا بالتعبير البيان الختامي للقاء الذي خرج بخلاصات تعترف أولا بتفاقم الأزمة الليبية وبضرورة الحل، ثم من جهة أخرى هي تسجل وتؤشر على بوادر للتقارب بين أطراف النزاع. من اتفاق سخيرات إلى جلسات بوزنيقة، يكون المغرب قد رسخ مرة أخرى رغبته الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان، وذلك من خلال توفيره المناخ الأخوي الملائم الذي ساعد الأطراف على الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار بهذا البلد الشقيق. الأردن، البحرين وقطر ينضافون إلى قائمة الدول المشيدة باتفاق بوزنيقة ويرحبون بالتطورات والنتائج الإيجابية والمبشرة التي انتهى إليها الحوار بين الأطراف الليبية تحت رعاية المملكة المغربية، خطوة بناءة ومهمة في المسار السياسي نوهت بها عاليا جامعة الدول العربية التي ثمنت الدور التي قامت به المملكة المغربية في استضافة وتيسير الحوار الليبي بين ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أزيد من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية. إبراهيم مرزوقي. كشف حجم الفيضانات التي ضربت السودان قبل أيام عن كارثة طبيعية غير مسبوقة، خلفت حتى الآن وفاة 103 أشخاص، وتسببت في هدم عشرات الآلاف من المنازل وتشريد أزيد من نصف مليون شخص. وفي ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وتواصل هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق المتضررة أكثر وبينها العاصمة الخرطوم وشمال دربور، تخشى السلطات السودانية ومنظمة الإغاثة الإنسانية من أن يتضاعف حجم الخسائر المادية والبشرية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن الأمطار القوية التي تشهدها السودان منذ نهاية يوليوز الماضي قد تزيد من مخاطر تفشي أمراض عدة وتعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل هشاشة البنى التحتية في السودان. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر واعتبرتها منطقة كوارث طبيعية. الحكومة السودانية أكدت أن فيضانات هذه السنة هي الأكثر والأشد ضررا منذ نحو 100 سنة، وأنها تجاوزت في حجم الدمار الذي خلفته فيضانات عامي 1946 و 1988.
أمضى آلاف من طالبي اللجوء ليلتهم الثالثة في العراء بالقرب من مخيم موريا الذي دمره حريقان في جزيرة الإسبوسة اليونانية. رئيس الوزراء اليوناني طالب بمشاركة أكثر فعالية من الاتحاد الأوروبي في استضافة اللاجئين. وقد أعلنت ألمانيا أن 10 من دول الاتحاد ستستقبل 400 قاصر من المهاجرين. يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات غير مسبوقة تمتد ل 365 ألف هكتار في كل أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة. حرائق أودت بحياة 15 شخصا حتى الآن في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، وأجبرت أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم. حصيلة تظل مؤقتة حيث حذرت السلطات من وقوع المزيد من الضحايا في الأيام المقبلة. وبعد نحو 20 ساعة على اندلاعه، أخمدت فرق الإطفاء صباح اليوم الحريق الضخم الذي شب في مرفأ بيروت وطال مساعدات إنسانية تخزنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حريق بث حالة من الخوف بين ساكنة العاصمة التي شهد مرفأها في 4 غشت الماضي انفجارا ضخما أودى بحياة 190 شخصا. وسباق ضد الزمن لإعداد لقاح يوقف زحف فيروس كورونا الذي حصد إلى اليوم أرواح ما يفوق 910 ألف شخص. لقاح يتطلب تمويله 35 مليار دولار إضافية لتوفيره في مختلف أنحاء العالم. مريم العفير. يواصل فيروس كورونا المستجد زرع الفوضى والموت، والأرقام تتحدث عن أكثر من 910 ألف وفاة حتى الآن في مختلف أنحاء المعمور بعد 6 أشهر على إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 تحول إلى جائحة. جهود جبارة تبذل وتدابير جديدة تتخذ كل يوم لمواجهة وضع وصف بأنه مقلق جدا ما دامت اللقاحات غير جاهزة بعد. ولدعم توفر لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتمويل هذا البرنامج الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية. ووصفت المنظمة الأممية إجمالية المساهمات في هذا البرنامج حتى الآن والتي بلغت 3 ملايير دولار بأنها تمويل أولي زهيد ويشكل أقل من 10% مما تحتاجه المنظمة. وقد بررت الأمم المتحدة الحاجة إلى 35 مليار دولار إضافية لنقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير لأن هناك احتياج عاجل وحقيقي. إلى ذلك يتواصل السباق الدولي لإنتاج لقاح فعال وتتكثف التجارب السريرية في عدد من الدول بغية التوصل إلى لقاح ربما قبل نهاية العام، خاصة وأن عدد الإصابات عالميا فاق 28 مليون و221 ألفا. وتنضم إلينا اللحظة سهام بخليفي في هذه الإطلالة اليومية على شأن الاقتصادي. مساء الخير سهام. أهلا بك رضا وبالمشاهدين الكرام. إذن أول مواضيع النشرة الاقتصادية اليوم يهم الاستراتيجية الوطنية الرقمية. بالفعل عقد اليوم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمية اجتماعا مع الفاعلين في قطاع التنمية الرقمية بهدف المساهمة في تسريع التطور الرقمي ببلادنا واستخدامه بشكل فعال مواكبة لما تفرضه الظرفية الصحية لفيروس كورونا. ليلى عسلي ومصطفى ودة. كوفيد-19 شكل نقطة تحول رقمي، إذ ساهم هذا القطاع في الخروج بحلول إبان الأزمة الصحية، وقصد جعل الرقمنة رافعة للتنمية والتحول وتعزيز القدرة التنافسية. عقد هذا اللقاء بالدار البيضاء، حيث قدم الفاعلون في مجال التنمية الرقمية ببلادنا مقترحاتهم الخاصة بالاستراتيجية الرقمية الوطنية، استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب رائدا في هذا المجال على المستوى الجهوي والقاري. استراتيجية مشتركة اللي غادي يبدأ تفعيل ديالها إن شاء الله من هذه الأسابيع المقبلة. غادي نبدأ نشتغلوا اليد في اليد باش رقمنا، لأن في هذه الفترة ديال الجائحة تبين أنه الفاعلين في القطاع مع الوكالة ديال رقمنا المغربية عطوا نتائج إيجابية.
الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الرقمية تقوم بشكل أساسي على دعم الفاعلين في المجال الرقمي كالمقاولين الذاتيين والمقاولة الصغرى والمتوسطة والمقاولة الناشئة، إضافة إلى تسريع رقمنة الإدارات خدمة للمواطنين. هذه الاستراتيجية اللي هي كتناسق مع الاستراتيجية الحكومة المغربية من أجل تنمية الاقتصاد الرقمي، فهي كتشمل عدة مشاريع وعدة برامج من أجل التنمية الرقمية. غادي نحاولوا نعطي واحد القوة واحد السرعة باش يتسارعوا ونطبقوا عدة مشاريع في أقرب الأجل، وإن شاء الله يكون عندها واحد المردود مهم لإنشاء صناعة رقمية مغربية بجودة عالية. خارطة طريق من أجل التنمية الرقمية ببلادنا خلال المرحلة المقبلة تهدف أيضا إلى تحفيز خلق فرص عمل عبر تطوير المهارات في المهن الرقمية وتحسين حوكمة هذا القطاع وتقويته. الخدمات التجارية الإلكترونية شهدت نموا ملحوظا في الأونة الأخيرة، اتنمت المؤسسات العاملة في هذا المجال خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، وارتفع بذلك رقم المعاملات بالنظر إلى الإقبال على هذه الخدمة من قبل عدد من الزبناء. ليلى عسلي ومحمد شكير. مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية شهدت ارتفاعا في حجم عمليات البيع والشراء منذ أشهر. جائحة كورونا كان لها تأثير إيجابي على المتاجر الإلكترونية، وإل واحد من هؤلاء التجار الذين اختاروا تسويق منتجاتهم عن بعد يوصلها إلى مركز الاستلام لتوزع بعد ذلك على المستهلكين وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19. عندي متجر في المنصة الإلكترونية، كنبيعوا كل ما كيتعلق بالإلكترونيك، لي برودوي إلكترونيك. بالنسبة لي أنا عام ونص دابا وعندي المتجر مع هادو، قدرنا معاهم نحققوا واحد الأرباح اللي ما كان بزاف علينا أننا نحلوا واحد المتجر، وهذا بالمصاريف ديالو اللي غالية علينا. كما شفتوا ضروري التعقيم وضروري هذا وتباعد ديال الناس. كورونا زادت من معادلات التسوق عبر الشبكة العنكبوتية، فالكثير من الزبناء يفضلون تفادي الازدحام داخل الأسواق والمتاجر التقليدية. قطاع في مرحلة التبلور يشغل يدا عاملة مهمة عن بعد، ويعتمد على البيانات لفهم وسلبية أذواق المتسوقين وعاداتهم. كل شيء فهم بأن الكوفيد سي بور ليفيتي خاص لا ديستانسياسيون وما يكونش اختلاط بزاف، وحاجة اللي تتقدمن المستهلك هذا الشيء هو لاشا إلكترونيك. لي ليفرور ديالنا دوبل من ديبي الكونفينمون لدابا. علاش؟ حيت ناتشورالمون الطلبات حتى هما كانوا في الموعد، وحنايا درنا الإجراءات وأدبطينا لا ستركتور ديالنا لوجيستيك، منها هذا المحل اللي حنا فيه، هذا الديبو اللي حنا فيه اليوم، سان ديبو اللي الله حليناه. طلباتك نوصلها إليك هو نوع من الشعارات التي تجتذب بها المتاجر الإلكترونية زبناء جدد يوما عن يوم. حتى الأكل تكفي بضع نقرات لطلبه، والتطهير وأخذ الاحتياطات الكافية لتفادي نقل الوباء يظل أمرا أساسيا وضروريا إلى جانب نظام الدفع بدون تلامس. منذ بداية هذا الوباء تزادوا العدد ديال الطلبات ديال من المطاعم. حاليا كنشتغلوا مع ما يزيد عن 500 مطعم لتسليم المواد الغذائية والطلبات الغذائية، والحمد لله زعما منذ بداية هذا الوباء تزاد العدد ديال لي ليفرور ديالنا، وحاليا كان فايتين اكثر من 800 ليفرور على الصعيد الوطني. التجارة الإلكترونية اكتسبت زخما كبيرا ولقت رواجا مهما خلال هذه الفترة ببلادنا. تجار ومستهلكون تكيفوا مع العصر الرقمي، تجارة ساهمت هذه الجائحة في ترسيخها كجزء من العادات الاستهلاكية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط سجل انخفاضا بنسبة 21.4% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في صناعة السيارات بنسبة 57.1% وفي صناعة منتجات أخرى
غير معدنية بنسبة 31.5%. بمراكش لقاء تواصلي تم خلاله تدارس تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي مع استعراض مضامين برنامج العقد الخاص بإنقاذ القطاع السياحي وإعطائه انطلاقة جديدة لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة. أمين علام ومعتصم بالله البوعزاوي. توقف شبه تام لمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي بمدينة مراكش وقطب السياحة الأول بالمغرب منذ ظهور جائحة كوفيد-19 وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على القطاع وعلى العاملين به. للخروج من هذه الأزمة لابد من تضافر جهود جميع المتدخلين. في هذا السياق يندرج هذا اللقاء التواصلي الذي جمع وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بمهني السياحة بالمدينة الحمراء. المحاور الأساسية اللي طرقنا لهم أولا هو تنزيل برنامج عقد كونتخاب خوغام 2020-2022 باش نوضحوا شنو المضمون ديال هذا البرنامج العقد ونتسنتوا كذلك المشاكل اللي كتطرح اليوم في التفعيل دياله. وثانيا تكلمنا بواحد التفاؤل على خطة العمل وبرنامج باش إن شاء الله نمروا المرحلة المقبلة اللي هي إعادة النشاط السياحي في الجهة وفي المملكة إن شاء الله. الشروع في تنزيل خطة إنقاذ القطاع السياحي تنطلق أولا حسب المهنيين من ضرورة التعايش مع الجائحة والالتزام بالشروط الوقائية وإنعاش السياحة الداخلية في انتظار فتح الأجواء تدريجيا لاستقبال السياح الأجانب وعودة الحياة مجددا لمختلف المهن المرتبطة بهذا القطاع. اشتغلنا على الموضوع ديال الوقاية والوقاية ديال دبور العمال والحماية ديالهم وبدأ كان اليوم هذا البرنامج الكونفنسيون اللي هضرنا عليها اليوم هي أول خطوة للأمام بالنسبة للوقاية والحماية ديال العمال وديال الشركات السياحية. كوفيد كاين وغيبقى دونك خصنا نتعاملوا معه ونمشيو تدريجيا لإعادة رجوع السياح. النقطة الأولى وهو ليميزيور سانيتير يبقاو والمغاربة خصهم يتعودوا على هاد ليميزيور. انتظارات كبيرة لمهني القطاع السياحي لتنزيل خطة إنعاش السياحة في أول قطب سياحي بالمغرب وواحدة من الوجهات العالمية رهان يتطلب تضافر جهود الجميع حتى تعود للمدينة حركيتها وتتجاوز تداعيات جائحة أربكت الحركة السياحية وطنيا ودوليا. علاقة بالمجال السياحي دائما لكن هذه المرة على المستوى الدولي، حيث ذكرت جمعية السياحة الإيطالية أن قطاع السياحة في شبه الجزيرة تكبد خسائر فادحة إذ تراجعت عدد ليالي المبيت في الفنادق ب 65 مليون ليلة في صيف 2020 مقارنة مع السنة الماضية وذلك بسبب فيروس كورونا. ببرلين قال رئيس مجموعة اليورو إن وزراء المالية بالمنطقة تعهدوا باستمرار الدعم المالي بهدف إعادة تنشيط اقتصادهم بعد أزمة كوفيد-19، كما تمت الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تشديد نقدي في أي وقت قريب، كما سيتم ضخ الأموال بقوة طالما اقتضت الحاجة لذلك. وفي موضوع آخر، أعلنت اليوم بريطانيا أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكسيت. وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان لها أن هذا الاتفاق التجاري يفترض أن يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان بما قيمته 15.2 مليار جنيه استرليني. بالصين استقرت التجارة الخارجية وانتعش الطلب في السوق الدولية جزئيا وتحسنت تدريجيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، لكنها لا تزال تواجه وضعا قاتما ومعقدا وفقا لما ذكره مسؤول حكومي أمس الخميس. أما اللحظة فنتعرف على أهم مؤشرات الأسواق المالية.
بهذه المؤشرات ننهي أخبار الاقتصاد لهذا الأسبوع. باقي مواد رئيسية نتابعها معك رضا العبيدي. شكرا لك سهام. شكرا. أولى محطتنا الرياضية لهذه النشرة من الرباط، حيث اختبار تقني نظمته الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لعدد من عدائي المسافات الطويلة والسباقات على الطريق استعدادا لبطولة العالم في نصف الماراثون المقررة ببولونيا في 17 من أكتوبر المقبل. قائمة بالعشي محمد الناصري ويوسف زياني. الجري في ساعة واحدة تحدي جديد في زمن جائحة كورونا يلقى إقبالا كبيرا من طرف عدائي المسافة الطويلة والسباقات على الطريق. العداء العالمي عبد العاطي إجدر صاحب الاختصاص في مسافة 1500 متر و5000 لم يفوت الفرصة في المشاركة في هذا الاختبار التقني الذي انطلق في حدود الساعة 7:30 مساء. عند خط الانطلاق 12 عداء من محترفين وهواة يمثلون عددا من الأندية الوطنية خاضوا هذا التحدي. المغرب وصلنا لواحد المرحله في العاب القوى، يعني واحد النضج في هذه الافكار، هذه التشالنج ديال الساعه، لان تقريبا هذه ثاني واحد غيدار عالميا من بعد ديال المفارح في بروكسل، والتحدي اليوم ديال الساعه فجاء في المتناول من بعد ما كان واحد الحجر صحي وكورونا، وكان يعني كان التدريب كتنقطع. يمر الوقت والعداء رضا العربية صاحب صدي رقم 2 أكثر تمييزا وحضورا إلى جانب عزيز الحبابي وعثمان القمري، طموح مشترك لهذا الثلاثي من أجل الاستعداد الجيد لتأكيد حضور ألعاب القوى الوطنية على الصعيد العالمي. يعني كل عداء كيحاول أنه يبين الجاهزية ديالو عبر العالم، وباش ندير واحد المقارنه مع باقي السباقات يعني اللي تنظموا في المستوى الدولي على المستوى ديال محفارح او باقي ديال الابطال في هذا الاختصاص. هذا في المضمار لا يزال رضا العربيه يتقدم الكوكب، وبمجرد أن انتهى العد 60 دقيقة حتى كان رضا العربي قد قطع في ظرف ساعة واحدة 20 كيلومتر و670 متر. يعني هاد تشالنج هو هاد السنة تحدي ديال العام، ويمكننا نقولوا ان جميع بزاف ديال الدول اللي خدات هاد يعني هاد تشالنج وخلاته تحدي دولي اللي كان يعني كما غادي نقولوا الرافعه ديال هاد السنه، والحمد لله استطعت انني ندير ثالث احسن توقيت عالمي، يعني ثالث احسن مسافه في ساعه عالميا. الاختبار القادم سيكون خاصا بعدائي مسافة 1500 متر. إلى تذكيري بالعناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكشف اليوم تفاصيل مخطط تخريبي كان يستهدف المس باستقرار المملكة على خلفية تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية بعدد من المدن المغربية. وزارة الصحة تحصي 2430 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسجل 33 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية توصل إليه الفرقاء الليبيون أمس يتوج الجهود الدؤوبة للدبلوماسية المغربية. وتسريع التنمية الرقمية بالمغرب في ظل جائحة كورونا يفرض نفسه كخيار استراتيجي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي للمملكة. غدا نلقاكم بإذن الله.